الله شنو احوالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا بمليار مليار مليار خير. شو عاملين؟ شنو جنبكم؟ شنو جوكم؟ حاضرين للشتاء؟ احنا اليوم الثلج بدا يصب، دونك الاستعداد ما نحكي لكمش للموسم الشتوي هذايا. الفيديو نتاع اليوم باش نوريكم كيلكو بيجاما، اما لي بيجاما هذوما باش يكونوا سامبل على الاخر. عرفتوها كالبيجاما كال تبدا لبسته وانت شعرك مزيد، تبدا تطيب وتبدا تلم هكيه وتحرك في داركم زينه الدار ومحليك، هذوكم لي بيجاما هذوكم. فما دي زيدي زاده للنساء اللي يرضعوا، على خاطر المراه اللي ترضع، نحس خاطر انا مريت بالتجربه، نحس ان المراه اللي ترضع عندها مشكله في لي بيجاما. دونك باش نوريكم شنو هو لي بيجاما اللي انا خديت منهم وقت اللي كنت نرضع، واللي لازم اي مراه باش تمشي تولد في السبيطار والا باش تروح من السبيطار تقعد في الدار وكل. ما غير ما نطلع عليكم، يلا نبداو في الفيديو. دونك يا جماعه بالنسبه للبيجاما الاولاني هو هذا، هذايا بيرفكت للعرايس نتاع الخريف والشتاء، وبيرفكت زاده كانك قادمه ان شاء الله ربي يوصلك بالسلم على وليده. انا بيرسونيلمون وقت اللي جيت باش نولد لوجت على الستيل هذايا، ما لقيتش منه برشا ولكن نلقى منه نلقاه غالي برشا. لكن وقت اللي تجي باش تولد، وقت اللي تحب ترضع صغيرك وكل حاجه كيما هكاك، باش تلقاها بخاتيك على الاخر، خير من جبه تلبسها، خير من قفطان تدور بيه في الدار. نعرف اللي هو قفطان يطلع يقتل وجبه تطلع تقتل، اما هذيا بخاتيك على الاخر. الموديل هذيا يجي اون 4 بيس، فيه البروتيل وفيه السروال وفيه الغوب دو شامبر وفيه النويزيت الصغيره هذيا. لكن انا لبست النويزيت فوق السروال جست باش نعطيك فكره باغ اكزومبل كيفاش تنجم تلبسها النويزيت وما تخسرهاش. كانك تسكن مع حمايتك ولا تسكن مع عبيد ولا مع امك وبوك ولا عندك ضيف في الدار وانت والده وكل، تحب حاجه تكون مستوره شويه، تنجم راك تلبس النويزيت من داخل في عوض ما تلبس البغوتيل وتبدا على راحتك وكل. سينو الموديل يجي كله في الفلور، فيه الغوب دو شامبر هذيا اللي فيه دي موتيف بارتو، باغ اكزومبل هنا في اليد وهنا في الجنب، يتسكر بالرباط هكايا. وهذوما هما الساقين، فيهم شويه دونتيل هكا عاتي على الكروشيه شويه في الساقين. موديل كيما هكايا ما يتعديش عليه الوقت، راهو انتمبوريل، موجود في خزينتك على عوام الكل، يعني حاجه فيمينين في الغوج كيما هكايا تصلح لمناسبات الكل. حتى كان انت في داربوك وامك مازلت عايشه معاهم، واي نوت انك تلبس حاجه كيما هكايا. اونسويت يا جماعه لازم نعمل ضربه حديده للحوايج الكل، اما البخل قاتلني. دونك عندنا الموديل هذايا اللي هو يمشي طخفيتمون للبنوتات اللي مازالوا في ديارهم مع امهم وبوهم، والا يمشي كان انت والده وباش ترضع صغيرك وكل. لي كولور نتاعو في ستيل اللي انا نحبه، ماك البلو الهادي فيه عصافر تاع في الكلوساب تشوفوهم خير. وكهو قميشو خفيف على الاخر، لا يسخن لا يبرد، باش تلبس فوق غوب دو شامبر كي تجي باش تخرج من بيتك، وكي تدخل في فرشك ما تسحقش انك تنحي حوايجك وتحس بالسخانه وكل، ما يتجبدش برشا لكنه مرتاح 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 على الاخر. موديل اخر زيدا يشبه برشا الازرق، اما هو في موتيف اخر، والقميص زيدا مختلف، جوست هذا يعطي شويه على ساتيني ولا كيفاش. فيه كيما لي بلوم غوز وروج بوردو، ياسر محلي ياسر محلي الموديل هذايا. وانا خديته في الدوبل اكسيل واغزرو له، يعني جيني سافا، معرفش انا بطبط برشا ولا هما النومر نتاعهم تراه كيفاش. بالنسبه للكاليتي، الكاليتي نتاعو باهيه خفيف. هذايا هي الكوب نتاع السرويل، يجي تاي اوت كيما هكايا، فما ياسر اسباس من قدام بو اللي ليونش ياخذوا اسباس على جنيب وكل. لكن تصور كان ما عندكش ليونش يكونوا على ذا برشا، يجيك مزيان السرويل كيما هكايا بالكول، خفيف نظيف، بيجاما لنسي اللي ترضع سورتو سورتو سورتو، ولنسى العاديين والبنات وكل. لكن لو كانك ترضع هذا ستيل لازمك يكون عندك. اونسويت يا جماعه عندنا الموديل هذايا الانسيان، شكون اللي امه ما عندهاش بيجاما كيما هكايا في دارهم؟ ما نعرفش انا، نتفكر اللي ما كانت تلبس ستيل هذايا كيريتو في ستيل، شخت عليه شخت عليه، على خاطر نص المو يرجع لك كلي سوفنير وكل، اما تحس من الحاجات كيما هكايا ما عادش موجود منهم ويبداو كيوت وكل. قميشو كوتون محليه كلي تتفتق مرتاح، وكانك ترضع ليديال، فيه دي بوش هكايا. قولوا لي بربي مرجع لكمش هكا دي سوفنير، وينهم وينهم الجماعه نتاع التسعينات اخر ثمانينات التسعينات؟ هكا الجيل الذهبي اللي اماتهم كانوا يلبسوا حاجات كيما هكايا. تحس كي تلبس حاجه كيما هكايا تحس بالحنين، ما نعرفش علاش، تحس اللي انت حنينه كيما امك. والله رجع ذكريات، هو البيجاما عادي، لكن ساعات تشري حاجه هكايا ولا تجيك حاجه ترجعك اللي نعرفش انا، ديما ماما حليمة على الاخر في حياتك. تنجم تلبسو اي مرارة ومش لازم كان تبدا ترضع وكل، لكن نحس انها المرضعة تحتاج الى ازار خفيفة سريعة. يس. اي يا جماعة شقاولكم في كعبة الدراجي اللي جات؟ هذايا بالطبق البيت النار.
اللي هي تلبسها وقت تروح من العرس، مش عرسك انتي بيان سور، تروح من العرس هكايا وتخمم وقت باش يجي تورك، تلبس حاجه كيما هكايا وتحس بالامان اللي تورك باش يجي. لاخر تاع ربي كي ريت انا البيجامه هذه، ابار انه يجيب السعاده وابار انه عاتي شويه اون ديغي لي انا باش نحلق، وابار حسيت عندي برشا ايمجز في مخي، لكن ماهوش اللي كنت تتوقعه، ولا بتيتر ما وتينيش برشا، ما نعرفش ما نعرفش. تحسوا هو كيوت، الفكره في حد ذاتها كيوت ماهيش خايبه. I don't know. اكتبوا لي في الكومنتير شنو رايكم. ملغري لي هو مرتاح على الاخر، السروال ويس عليه شويه، لكن مرتاح على الاخر ويتجبد بالكاليتي نتاع لي بيجاما اللي انا نحبهم. ماهوش بيجاما، هو لونجوير. انا خممت اني نحي هذوما، نخلي كعبه ولا زوز في اليدين ونسكرهم هذوم الكل هكا. اكتبوا لي وات يو ثينك في الكومنتير شنو رايكم، نشري ولا ما نشريش. واخر حاجه عندنا لليوم يا جماعه هو اللونجوير هذايا كوين للزازوات اللي لا يحبوا يسمى لا برذع على بعروسات لا بحتى شيء. وينكم؟ احنا سخنا فيت يا جماعه كا، ودخلنا دخلنا في معترك الحياه للبنوتات المزيانات اللي قاعدين نهار سبت عشيه ولا نهار احد عشيه تفرجوا في التلفزه، ياكلوا في حاجه بنينه كلاس كذا حاجه كيما كيا، تويتيكم على الكيف على الكيف. تمنيت لو كان خديتهم في تايمه اكبر، لكن ماذا تفعلين عندما يكون الهنش اكبر من الكتاف؟ مريول خشين بالكدي بالكدي ويدفي دفي، ما عندكم حتى فكره. اما السروال ذيك مش مشكل مش مشكل، ان شاء الله يوسع بالغسيل وباللبسين وكل، سينون اللون يفتق والموديل يفتق كل شيء يفتق. دونك فوالا يا جماعه، كانت هذه الفيديو ان شاء الله يكونوا لي موديل وريتهم لكم اللي هم ماهمش فريمون حاجه لوكس لكن تاع كل يوم تاع معترك الحياه. ان شاء الله يكونوا لي موديل هذو ما عجبوكم، وانا نقول لكم الف خشيم سلامه.